السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من رموكو عشاق السيارات. لو انت بتعاني من مشكله اهتزاز بتحسه في صالون السياره لما بتدور المحرك على السلانسيه، يعني لو موتور عربيتك داير على السلانسيه لقيت فيه رجه انت حاسسها في المقود، في البيبان، في الدواسات بتاعه العربيه، والرجه دي او الاهتزاز ده بيزيد اكتر لما بتديها نقله او لما بتبدا ان انت تفتح النور بتاعك او لما بتشغل التكييف، تحس ان في رجه جامده او تزميمه في جسم العربيه. ممكن تكون ايه الاسباب بتاعت المشكله دي؟ اللي في ناس كتير بتصرف كتير جدا وبتدوخ عن صناعيه كتير ومش عارف يوصل لحل المشكله منين. النهارده باذن الله هنستعرض مع بعض كل اسباب المشكله دي والحلول بتاعتها، وهعرفكم في الاخر الحل الناجع للقصه دي، يعني ازاي تعرف العيب جاي منين بالظبط، وهوفر عليكم فلوس كتير باسلوبنا السهل المحترف زي ما احنا متعودين. مبدئيا خلونا نتفرج على المشكله. دور يا فارس. زي ما احنا شايفين دلوقتي في تكييف داير، لاحظ ان العربيه بتترج رجه جامده لدرجه ان العلبه دي بتمشي، شايفين في رجه جامده شايفينها في دراعي، عشان نقله شايفين الرجه دي، افصل النقله واطفي الاحمال. هديت شويه ولكن لسه موجوده، تمام اطفي. ايه السبب بتاع الرجه دي؟ الرجه اللي انت بتحسها دي ليها خمس اسباب رئيسيه. اول سبب فيهم ممكن يكون مشكله في شيالات او في قواعد الموتور، اللي هي الجزء ده. الجزء ده يا جماعه موجود في الاربع اماكن اللي احنا شايفينهم دلوقتي في الفيديو، الامامي، الجانبي يمين، جانبي شمال، والخلفي. المفروض ان القاعده دي بتبقى جزئين، جزء هنا معدن ثابت والجزء الثاني هنا بيبقى راكب على الموتور وما بينهم ربر او ما بينهم جلد. المفروض ان الجلد ده وظيفته انه يمتص الاهتزاز بتاع الموتور. امتى يحصل المشكله اللي احنا شايفينه هو بيتحرك ده؟ تمام، المشكله بتحصل يا اما ان ده يتقطع، يا اما ان انت تجيب ده جديد ويطلع ناشف، يعني الجلد ده يبقى ناشف فيبدا ان هو يوصل اهتزاز الموتور لجسم او لباقي بدن السياره. يبقى من هنا حصلت المشكله الاولانيه. اول مشكله او اول حاجه بنبدا نبص عليها القواعد او شيالات الموتور ده. لو القاعده سليمه واحنا مغيرينها جديده وناشفه هيبقى فيها المشكله، لو القاعده مقطوعه هتعمل برضه نفس المشكله، لان لما بتتقطع بيبدا ان هو المعدن ده يسمع في المعدن بتاع جسم العربيه ويبدا يوصل الاهتزاز بتاع المحرك لجسم السياره. يبقى دي اول نقطه، الشيالات بتاعه الموتور. تاني حاجه ممكن يكون اصلا السلانسيه عندك هادي واطي، يعني السلانسيه عندك المفروض ان هو يكون على 800 لفه، هو بقى على 600 على 500 يبدا يعمل نفس المشكله. المشكله دي بتبقى غالبا من الوحده دي اللي هو الايدل، المنطقه دي، ده المسؤول عن سرعه السلانسيه. المفروض ان انا لما باجي اشغل حمل على الموتور سواء بقى تكييف، نور، بديها نقله، المفروض ان هو الايدل ده بيعادل الحمل ده ويبدا ان هو يفتح لها هواء زياده فتبدا الموتور يعلى شويه فيبدا ان هو يعوض الحمل. طيب لو الايدل ده فيه مشكله او لو البوابه نفسها فيها مشكله مش هيعوض الحمل ده وتبدا تحس بالاهتزاز او بالرجه في جسم السياره. يبقى دي المشكله رقم اتنين وده العلاج بتاعها. رقم ثلاثة غالبا بيكون العيب ده عيب كهرباء، بمعنى ان تكون البوجيهات زي ما احنا شايفين دلوقتي البوجيه قديم، ضرب حراره البوجيه خلاص انتهى فيبدا يعمل نفس المشكله، الحريق بتاعه ضعيف فما بتيجي تحمل على الموتور النقله او بتحمل عليه الحمل الزياده بتاع التكييف بيبدا ان هو يعمل الارتجاج اللي احنا شفناه ده. كمان ممكن ان تكون رقم أربعة تكون المباين، المباين اللي احنا شايفينها دلوقتي برضو او اللي هي بتكون الجزء اللي موجود هنا ده اللي هو المسؤول عن توليد الكهرباء، سواء ان هو مبينه هنا كتله كبيره في الجنب هنا وعاطيه سلوك، يا اما الاربع مباين منفصلين. المباين دي وخاصه في العربيات الهونداي والكيا ما بتقطعش، بتبقى عاطيه كهرباء ضعيفه فتبدا تعمل معاك الرجه دي، انما مش هتقطع، مش هتلاقي مثلا في سلندر فاصل او مش هتلاقي في غرفه حريق ما بتشتغلش، هيبقوا كلهم شغالين ولكن هيدوا معاك نفس المشكله. الحل بتاعها ازاي؟ الحل بتاعها ان احنا في الوقت ده بنروح جايين شايلين المباين دي ومركبين طقم جديد ونجرب بيه، لو ظبطت معاك خلاص تمام يبقى هو عيب مباين. يبقى احنا مبدئيا الاربع نقط الاساسيين المفروض بنبص عليهم القواعد او شيالات الموتور بنراجع عليها اللي هي الجزء ده اللي موجودين زي ما قلنا في الاربع نقاط التثبيت للموتور في جسم السياره. القواعد دي بنبدا ان احنا نشوف اذا كانت مقطوعه، لو مش مقطوعه ومتغيره جديد والخامه بتاعتها وحشه او ناشفه بتعمل نفس المشكله، يبقى اول حاجه القواعد بنراجع عليها. تاني حاجه زي ما قلنا بنراجع على الايدل او على البوابه، نتاكد ان الار بي ام او عدد لفات المحرك منتظم وعلى 800 لفه مع الاحمال وبدون احمال، يعني وانا سايبها على السلانسيه وانا كمان معلق عليها بقى غيار، معلق عليها تكييف، معلق عليها نور، الحاجات دي اللي هي الاحمال الكهربائيه دي. لو انا جيت
عطتها حمل وتلاقيت الار بي ام بينزل يبقى ده كده عيب الايدل او عيب البوابه، على حسب طبعا اذا كان الايدل منفصل او مرتبط بجسم البوابه بيختلف على حسب التصميم بتاع الموتور. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا زي ما قلنا ممكن تكون البوجيهات محتاجه تتغير. امتى اعرف الكلام ده؟ لو انا بقى لي فتره كبيره ما غيرتش بوجيهات او لو المشكله ظهرت معايا مباشره بعد تغيير بوجيهات، لان ساعات بتبقى البوجيهات نفسها مغشوشه او مقلده او مضروبه فتبدا انها تديك نفس الغلطه. طيب تخطينا عيب البوجيهات رقم 3. رقم 4 المباين، سواء ان هي موبينه خارجيه اللي هي بتولد الكهرباء للبوجيهات، سواء انها موبينه خارجيه ففي الوقت ده هنبص على الموبينه وبنبص على السلوك اللي بتوصل الكهرباء من الموبينه للبوجيهات، يا اما ان هي مباين زي ما احنا شايفين المباين اللي هي بتبقى عموديه على طول على راس كل بوجيه، دي بنراجع عليها برضو ونشوف لو كانت ضعيفه او فيها مشكله بنستبدلها. رقم 5 بقى احنا خلاص احنا دلوقتي عندنا كل ده ومفيش نتيجه، برضو مازال المحرك بيعاني من اهتزاز، ممكن يكون العيب ايه؟ العيب في الحاله دي بيكون في الاغلب عيب ميكانيكي، بيكون في مشكله في كبس الموتور. طيب نعرفه ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي وده الجزء الفني بتاعنا. هنبدا دلوقتي زي ما احنا شايفين، تعالوا بصوا معانا هنا كده، ده المحرك بتاعنا اللي بيعاني من اهتزاز. هنبدا ان احنا نقيس الكبس بتاعه وهعرفك ازاي تقيس الكبس بتاع الموتور بتاع الاربع غرف ونعرف المشكله جايه منين. يلا بينا. مبدئيا يا جماعه احنا هنحل الاربع مباين نفورهم نشيلهم وهنبدا نحل كمان الاربع بوجيهات. في طريقتين لقياس الكبس، يا اما ان انت بتفك بوجيه بوجيه وتبدا ان انت تقيس مكانه والاربعه التانيين موجودين، يا اما بتحل الاربعه. في حالتنا هنا احنا هنحل الاربعه وهنبدا باستخدام جهاز بتاع قياس الكبس ونبدا ان احنا نقيس كبس الموتور. هنقيسه ازاي؟ راجع معايا على العداد، دور يا فارس. بس شايفين هنا الرقم كام؟ 130. خلاص هنفك الكبس اللي احنا قسناه ونبدا نقيس من الغرفه اللي بعدها. بس هنا قايس كام؟ تقريبا داخل على 160. في اختلاف في القياس صح؟ نفضي القياس بتاعنا ونبدا ان احنا نقيس تاني. دور بس لاحظوا هنا القياس وصل لكام؟ مقارب تقريبا على 170 او 165 تقريبا. طيب هنبدا نفضي القياس اللي بعده. بس لاحظوا هنا كام؟ 170. طيب المفروض ان انت بتحط الجهاز بتاع القياس وبتقعد تدور لحد ما الجهاز يعلم على اقصى علامه ممكن يجيبها، ده اقصى ضغط للسلندر ده او للغرفه دي. احنا دلوقتي قسنا الغرف بتاعتنا، الاربع غرف هتلاقي القراءات ما بينهم مختلفه، ولكن الغرفه رقم واحد اللي هو هنا السلندر رقم واحد ده اللي واقع الضغط بتاعه جامد، يعني ده بيقيس 130 وهنا وصلنا ل 170، هنا هتلاقي ايه 160 165 مقبول. لازم هيبقى فيه فروقات ما بين الغرف، انما الفرق ما يوصلش لمرحله ان يبقى فيه 30 بار فرق، ده كده فرق كبير قوي، ده كده في مشكله في الغرفه رقم واحد. بالتالي المشكله بتاعت اهتزاز المحرك اللي احنا بنعاني منها هي اذا ناتجه عن عطل ميكانيكي موجود في الغرفه رقم واحد. ليه؟ دلوقتي هي بالظبط المفروض ان الموتور ده السلندرات بتاعته زي تقريبا اربع رجلين، دلوقتي في رجل منهم ضعيفه شويه فهو ماشي بيزك. بيزك دي يعني ماشي يعني ماشي خطوه مش منتظمه، في رجل لما بيجي يدوس عليها بيروح مهزوز سنه. فدي المشكله اللي فيها حاليا، ممكن ان هو يكون مشكله في صبابات التغذيه، صبابات العادم، وغالبا بيكون في صباب العادم، ممكن يكون مشكله في الشنابر بتاعه البستم ده مش محكوم الضغط بتاعها. ايا كان احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا وش السلندر ده هيتفك ونبدا نعالج المشكله داخليا. ولكن مبدئيا وزي ما احنا عارفين ان تقريبا العلاج هو 90% منه تشخيص. فاحنا دلوقتي عرفنا المشكله فين؟ طبعا صاحب العربيه صرف كتير قوي قبل ما يجي ومش عارف العيب فين، فاحنا دلوقتي كده عرفنا العيب باستخدام الجهاز بتاع قياس كبس الموتور اللي احنا شفناه دلوقتي، احنا كده قسنا القياس بطريقه بسيطه وسهله، وبيتهيألي انت اتعلمت كده القياس وعرفت المشكله بتاعتك فين. بعد كده لو انت بتعاني من مشكله اهتزاز المحرك وضغط فيها كتير ولفات فيها كتير، العلاج بتاعك هو ان انت تقيس الكبس بتاع الموتور وتبدا تشوف النتيجه بتاعته. لازم يكون الاربع غرف سواء كتير او قليل لازم يكونوا قريبين من بعض في القياس، ما يبقاش الفرق ما بينهم كبير قوي زي ما احنا شفنا. لو لقيت الفرق كبير في غرفه او اتنين من الغرف فانت كده عندك مشكله
في وش السلندر او عندك مشكله ميكانيكيه محتاجه انها تفور بقى المكنه وتبدا تتعامل معاها. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، لو عجبتك حاول ان انت تشيرها في كل مكان، ساعدنا في النشر ودوس اعجاب واكتب لنا تعليق لو انت في اي نقطه ما فهمتهاش في الحلقه او في اسئله تانية عندك بخلاف الموضوع ده حابب ان احنا نتطرق لها الفتره الجايه باذن الله. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه سلام عليكم.